مساء الخير عليكم مشاهدي برنامج فيت اند بيوتي. زي ما عودناكم دايما، احنا دايما بنقدم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد وكل ما يهم الاسره المصريه. النهارده معانا فقرتين مهمين جدا. اول فقره هيكون معانا دكتور حسام عزب، استاذ امراض النساء والعقم، وهيكلمنا عن التكيسات المبايض وازاي هيكلمنا عن علاقتها بالسمنه. والفقره الثانيه ان شاء الله هيكون معانا برضو دكتور حسام عزب، هيستقبل معانا تليفوناتكم واستفساراتكم عشان نرد بيها على كل الاسئله. اهلا بيك دكتور حسام، منورتنا ونورت كل مشاهدي برنامج فيت اند بيوتي. اهلا بيك، يعني سعيد بوجودي معاك. احنا اسعد طبعا. بنرحب بحضرتك، وعندنا حبه اسئله كده بتهم كل الناس عايز اسالها لحضرتك. يعني اول سؤال كده، احنا الحلقه النهارده موضوعها عن تكيسات المبايض وايه هي علاقتها بالسمنه، فعايزين نعرف ايه بالظبط تكيسات المبايض دي عباره عن ايه؟ هو تكيس المبايض ببساطة شديدة هو عبارة عن متلازمة فيها كذا عرض بيبقى موجود. أول حاجة إن هي بتبقى السيدة أو البنت بتبقى عندها تأخير في الدورة بتاعتها، ما بتجيش بانتظام، بتيجي كل كذا شهر أو ممكن ما بتيجي مثلا مرتين في السنة مثلا أو مرة في السنة. الحاجة الثانية إن بيكون عندها نمو شعر زائد في جسمها أكتر من الطبيعي اللي هي المفروض يبقى عليه. الحاجة الثالثة إن احنا ممكن بنلاقي إن لما نعمل الترا ساوند او سونار للسيده دي او الفتاه دي بنلاقي ان المبيض بتاعها متضخم وفي عدد بويضات كتير متوسطه الحجم، مش بتكبر ومش بتوصل للحجم اللي هي اللي ممكن يحصل لها تبويض فيه. فبالتالي بتنم عن ان الشكل ده بيبقى معروف ان ده شكل تكيس المبيضين، انما ما فيهوش اكياس زي ما الناس متخيله، بيبقى فيه بويضات متوسطه الحجم عددها كبير ومش بيحصل لها تبويض. فده باختصار التكيس المبايض. طيب هي فعلا السمنة ليها علاقة بتكيس المبايض؟ هي السمنة طبعا ليها دور أساسي في تكيس المبايض، بس مش كل سيدة أو كل فتاة أو كل يعني بنت هتزيد في الوزن هيحصل عندها تكيس المبايض. ده بيبقى بعض السيدات والبنات اللي عندهم الاستعداد الوراثي ان يكون الاب والام او العيله في المرض الوراثي اللي هو تايب 2 دايابيتس ميليتس، اللي هو النوع الثاني من مرض السكر. لما يكون الاستعداد ده موجود عند الفتاة أو السيدة دي، لو زادت في الوزن ممكن يبدأ أن يحصل عندها تكيس المبيضين. طب هل أعراض تكيس المبايض بتبقى بسبب هرمونات الذكورة؟ جزئيا بسبب هرمونات الذكورة، وهرمونات الذكورة ليها دور في عدم انتظام التبويض، أن البويضات مش بتكبر بالحجم اللي توصل فيه للحجم بتاع التبويض، وفي نفس الوقت بتسبب بقى مشاكل زيادة نمو الشعر والشكل اللي بتبقى كل السيدات تبقى مضايقة منه، فبيبقى ليها دور مهم في الأعراض بتاعتها طبعا. طيب تكيسات المبايض يا دكتور ليها أنواع؟ مش أنواع، بيبقى ليها درجات، بيبقى في درجات، ممكن درجة بسيطة بحيث أن هو يكون السيدة اللي عندها المبيض فيه شكل التكيس بس ما عندهاش الخلل الهرموني اللي بيؤدي إلى ما يحصلش تبويض ويبقى عندها هرمون ذكورة زايد. غالبا السيدات دول او البنات دول مش بيبقى عندهم مشكله، بيبقى التبويض عندها منتظم وممكن بيحصل لها حمل بسهوله. في سيده ثانيه لو يكون مثلا وزنها ازيد شويه فيبدا الهرمونات عندها يحصل فيها خلل، تبدا هرمون الذكوره يزيد مع الوزن الزايد، بيبقى فيه هرمونات هرمون الانسولين نفسه بيبدا يزيد عندها يؤدوا الى عدم انتظام الهرمونات بتاعت الدوره، فبالتالي ما يحصلش تبويض عندهم وبيبدا عندهم النمو الشعر الزائد اللي هو بيضايق السيدات والفتيات. وفي درجات بتبقى ممكن ما بيحصلش تبويض خالص عندها بسبب خلل شديد في الهرمونات اللي هو من اللي هم الاساسيين فيها، هرمون الانسولين لما بيبقى عالي قوي وهرمون الذكوره لو عالي وزياده عن الطبيعي بكتير. ودي ممكن تعمل عقمه بقى؟ طبعا، يعني بتسبب طبعا بيبقى في صعوبه في الحمل، بيبقى لازم ان هي تاخد علاج لتنظيم الهرمونات، وفي حالات كتير قوي بتلجا لعلاج، ممكن تعمل تلقيح صناعي او حقن مكهري عشان تعالج مشكله زي كده او عشان يحصل حمل مع وجود مشكله زي كده. طب ايه هي اسباب تكيس المبايض؟ زي ما قلت قبل كده حاجتين، الاستعداد الوراثي ان هو يكون السيده دي الاب والام والعيله في مرض متوارث فيه اللي هو النوع الثاني من مرض السكر ويكون الاستعداد موجود عندها، مع زياده في الوزن، يعني مجرد ما تزيد السيده او الفتاه دي تزيد في الوزن يبدا عندها الاعراض بتاعه تكيس المبيضين. دكتور ساعات بتجيلي حالات بتبقى مثلا خلفت اول مره عادي بس مجرد زادت في الحمل الاولاني ده وزنها زاد شويه، تيجي مثلا في الحمل الثاني تتاخر، ده ممكن يكون حصل تكيس مبايض ولا التكيس المبايض لو موجود هيبقى موجود من الاول؟ لا، هو التكيس المبايض موجود عندها من الاول، بس هي في مثلا اول ما اتجوزت واول ما خلفت اول مره
كان وزنها رفيع، ما كانش في عندها وزن زائد، فبالتالي الاعراض بتاعت تكيس الموبايل ما كانتش بدات عندها. تمام. مع الحمل والولاده والزياده في الوزن ابتدت التغيرات اللي هي في الوزن حصلت، ابتدى ان هو الانسولين يزيد عندها، ابتدى هرمون الذكوره يزيد عندها، فابتدت اعراض التكيس تظهر عندها. تمام. بس هو موجود اصلا من الاول يعني، بس ظهر بقى مع الزياده في الوزن. طب ايه هي المضاعفات اللي بتسببها تكيس الموبايل؟ اول حاجه الشكل اللي هي طبعا السمنه بتؤدي الى تكيس، وفي نفس الوقت بتزيد مع التكيس كمان، فده طبعا بيضايق اي سيد. النمو زياده الهرمون بتاع الذكوره لما بيزيد ده بيزود نمو الشعر في الجسم، فالسيده طبعا الشكل بتاعها تبقى متضايقه من حاجه زي كده. عدم انتظام الدوره بيخلي يبقى في خلل في الهرمونات، ده ممكن يؤدي مع الوقت الى ان يبقى البطانه الرحم يحصل فيها سمك زايد، وممكن تكون ورم على المدى الطويل، وده بيبقى ممكن يبقى مشكله عند السيده دي، غير ان بيبقى عندهم السيدات دي بتعاني من صعوبه في الانجاب او عقم بسبب عدم انتظام التبويض. فدي من الحاجات اللي هي المشاكل ممكن تحصل. طيب هو في سؤال مهم جدا، يعني دايما بيبقى في بنات صغيرين لسه ما اتجوزوش ويبقى عندهم تكيسات في الموبايل، ليه بيصابوا من تكيس الموبايل؟ بسبب الاستعداد الوراثي، ويكون عندهم وزن زايد، بجانب حاجه كمان ان هو يكون في سيده ممكن تكون او فتاه ممكن تكون زايده في الوزن شويه، بس فيزيكلي اكتف بتتحرك كتير، فدي بيبقى عندها حرق دهون اكتر من اللي هي قاعده كسلانه ما بتتحركش وبتاكل بشكل غير صحي. فغالبا اللي هي الفتاه النشيطه اكتر جسمانيا دي بتبقى الاعراض عندها اخف شويه، اللي هي الكسلانه اللي هي ما بتتحركش كتير اللي بتاكل اكل غير صحي وفيه دهون كتير، طبعا دي بتبقى معرضه ان يجي لها الاعراض بشكل اعنف، بس الاثنين بيبقى عندهم. طب والاعراض بتختلف من بنت الست، يعني واحده متجوزت او واحده ما اتجوزتش بتختلف الاعراض ولا هي هي؟ هي الاعراض اللي هي تحس بيها تبقى تقريبا زي ما هي، اللي هي الزياده في الوزن، اللي هو نمو الشعر الزائد، عدم انتظام الدوره، بس اللي بيزيد عند السيده المتزوجه ان هي بتبقى عندها رغبه للانجاب، فبتلاقي ان هي في صعوبه في الحمل. فده عاده البنت قبل الجواز ما بتبقاش بتفكر في النقطه دي، بس بعد كده لما تتجوز تلاقي ان الحمل ما حصلش على طول، تبدا ساعتها تبقى قلقانه وبتكشف بقى ليه ما حصلش الحمل. طيب ازاي كل ام تقدر تطمن على بنتها اذا كان عندها تكيس مبيض ولا لا؟ اول حاجه لازم تشوف هل في العيله في مرض السكر ده منتشر في العيله ولا لا، دي حاجه من الحاجات المهمه قوي. تاني حاجه لازم تخلي بنتها تبقى على طول محافظه على الوزن بتاعها، تلعب رياضه بشكل منتظم، مش لازم رياضه عنيفه، مجرد انها تتحرك كتير. الاكل يكون متوازن صحي، ما يكونش فيه نسبه دهون عاليه، ما يكونش فيه فاست فودز كتير. برضو تطمن تشوف الدوره بتاعتها هل هي منتظمه ولا لا، يعني لو الدوره بتاعتها مش منتظمه بتتاخر، بتيجي كل 3 4 شهور مره، او ممكن تيجي مرتين في السنه او مره في السنه. طبعا لازم تروح تكشف وتشوف سبب حاجه زي كده ايه، لو عندها نمو شعر زائد في جسمها اكتر من الطبيعي فبرضو لازم بتكشف ويتشاف بقى، تعمل تحاليل نشوف هل في خلل في الهرمونات ولا لا. دكتور حسام، يعني في ناس كتير دكاتره نساء بيقولوا ان يعني ان اللي عندها تكيسات موبايل لا مش هتخس او فرصتها ان هي تخس قليله، الكلام ده صح؟ لا يعني طبعا ده مش كلام، مش كلام مظبوط. طبعا اي سيده عندها القدره انها تقدر تخس لو التزمت بنظام غذائي مظبوط يتناسب مع سنها وجسمها وطبيعه الفيزيكال اكتيفيتي اللي هي بتعملها، وفي نفس الوقت طبعا التنظيم اللي هو الاكل، يعني طبعا الحاجات دي كلها مهمه جدا انها تظبطها، وتقدر اي واحده تقدر انها تخس. تمام. في حاجه كمان، يعني هو نسبه كبيره او لازم كل ست وزنها عالي لازم يكون هيجي لها تكيسات؟ لا مش كل سيدة، مش كل سيدة، يعني هي لازم يكون الاستعداد الوراثي موجود عندها، وجود مرض السكر في العيلة، ويكون الاستعداد الموجود عندها هي، يعني في واحدة تانية ممكن وزنها يزيد ممكن وزنها يتضاعف والهرمونات عندها تفضل منتظمة وتنجب بشكل ما يعني ما فيهوش مشكلة. طبعا. واحدة تانية تزيد 5-6 كيلو وتلاقي نفسها ابتدت الدورة عندها تتلخبط وتبدأ عندها يبقى عندها صعوبة في الإنجاب. الموضوع كله متعلق بهرمون الإنسولين. هرمون الإنسولين اللي هو بيزيد نتيجة الاستعداد الوراثي اللي موجود عند البنت أو السيدة دي. تمام. لكن في أحيانا بتبقى بنات رفيعين بس السمنة موجودة في منطقة البطن، ده ليه علاقة؟ هو دي حاجة مهمة قوي أن حضرتك ذكرتيها، هي التكيس المبيضين لما بيحصل السمنة فيه بتبقى سمنة شكلها مختلف شوية، بتبقى سمنة أكتر عند البطن والجناب، بحيث أنها يبقى يعني شكلها كأن عندها كرش.
مش عند الفخذين او الارداف، فبتبقى شكل السمنه بتاعها مختلف شويه. وعاده دي السمنه اللي بتبقى موجوده اكتر في حالات تكيس المبيضين. فلو واحده رفيعه وعندها سمنه بالشكل ده حتى لو بسيطه دي بتبقى عندها استعداد اكتر من واحده تانية. تمام. دكتور حسام احنا يعني بنشكر حضرتك على الاستفاده العلميه الكبيره اللي حضرتك قدمتها لنا، وكده تبقى الفقره بتاعتنا خلصت، وهنطلع فاصل ان شاء الله وهنرجع لكم تاني اسئله، هنستقبل كل اسئلتكم وتليفوناتكم. دكتور حسام عزب استشاري امراض النساء واستاذ امراض النساء والتوليد واستشاري في علاج العقم والحقن المجهري معانا النهارده طول الحلقه، مستعد لاستقبال كل تليفوناتكم واسئلتكم بما يخص موضوع الحلقه عن تكيس المبايض وعلاقتها بالسمنه. هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا دكتور حسام استشاري امراض النساء والتوليد واستاذ علاج العقم والحقن المجهري معانا النهارده عشان نستقبل كل تليفوناتكم بما يخص موضوع الحلقه عن السمنه وعلاقتها او تكيسات المبايض وعلاقتها بالسمنه. دكتور حسام اتكلم في الفقره الاولانيه وقال ان قد ايه السمنه ليها تاثير قوي على مرض تكيسات المبايض، وعرف لنا ايه هو تكيسات المبايض وايه مخاطرها وايه الاعراض اللي ممكن نحس بيها واسبابها ايه وممكن نحس بايه او ما نحسش بايه. دكتور حسام تفضل مشكورا وقال ان يعني بنسبه كبيره جدا من علاج تكيس المبايض هو نزول الوزن وان احنا نحافظ على وزننا ونخس شويه، وخصوصا لما تكون السمنه موضعيه او تكون السمنه في منطقه البطن والارداف. مش شرط ان السمنه يكون الوزن عالي قوي عشان يبقى عندنا تكيس مبايض، بس دايما مرض التكيس المبايض بيبقى مرتبط بالسمنه الموضعيه. يا رب تكون يعني الاسئله تكون واضحه وتكون الاجابات كانت واضحه ومفيده. مستنيين تليفوناتكم على الارقام الموجوده على الشاشه، مستنيين تليفوناتكم وكل استفساراتكم. انا ودكتور حسام مستعدين لكل الاجابات وكل الاسئله. معانا تليفون صفاء من هنا. الو 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 صفاء، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اخبار حضرتك يا دكتور؟ تمام يا حبيبتي الحمد لله، اتفضلي. عندك اي سؤال؟ بصي يا دكتوره، انا كان وزني 55 كيلو، انا عندي 20 سنه. تمام. ودلوقتي يعني تباعد مع دكتور نحاتة يعني ليه شهرين وصلت ل 70 كيلو. تمام. يا دكتور انا باخد حاجه اسمها سوبر فورميل ده لبن، وباخد نوع مهدئ مفاتح شهيه اسمه تراكتين. هل يا دكتوره لو بطلت العلاج هرجع زي ما كنت ولا هبقى 70 كيلو؟ ده يعتمد على نوع النحافه اللي عندك، يعني انت عالجتي النحافه الاول، عالجتي سببها ولا خدتي كده فواتح شهيه على طول وتخنتي؟ يعني دكتور عمل لك تحاليل الاول عرف سبب النحافه دي كانت ايه، مثلا عندك مشكله في الغده الدرقيه، عندك مشكله في البراز، عندك مشكله في الهضم، عندك انيميا، كان عندك المشاكل دي؟ انا عالجت كل حاجه يا دكتوره من عندي. طيب طالما عالجتي كل حاجه واخدتي الحاجات دي مفيش مشكله خالص، طالما بتاكلي كويس ومش معتمد على فواتح الشهيه وبتاكلي كويس، يعني ما خسش خالص يا دكتوره؟ ان شاء الله. بس انت حاولي بعد، يعني مش مجرد ما توقفي العلاج توقفي اكل، حاولي بقى تعتمدي على الاكل اكتر في الموضوع. يعني لو وقفت العلاج مش هخس يعني يا دكتوره؟ ان شاء الله باذن الله. طب تركتيني يا دكتوره بيعمل ميه تحت الجلد او حاجه؟ لا الا لو بتاخدي جرعات كبيره منه، يعني لو قرص واحد كل يوم مش ان شاء الله ما يعملش ميه تحت الجلد ولا حاجه. ماشي يا دكتوره، يلا السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. معانا سؤال تاني. مها. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مها؟ الحمد لله. اتفضلي، عندك اي سؤال للدكتور حسام؟ حضرتك مع احترامي. اتفضلي يا حبيبتي. يا دكتوره انا اتصلت بك الاسبوع اللي عدى وقلت لك على وزني اللي بيام كده، وقلت لك على التحاليل قلت لك كويسه، بس اعمل لي مكروب حلزوني. تمام. وعملت التحليل طلع عندي جرثومه المعده. طلع عندك ميكروب حلزوني فعلا؟ جرثومه المعده. تمام. وبكتيريا ودلين. تمام. طيب احنا كده هنحتاج نروح لدكتور باطن يا مها عشان يعالج لك جرثومه المعده ويعالج لك البكتيريا والديدان اللي موجوده في المعده.
وبعد ما اول ما تعالجي الحاجات دي كلها وزنك هيزيد لوحده ان شاء الله. ماشي. هما الدنيا يا دكتور علاج، اقول لك على اسمه ولا؟ لا هو ما ينفعش نقول العلاج على الهوا، ممكن تكلميني بعد الحلقة ان شاء الله وهشوف العلاج بتاعك. شكرا ليك يا مها. معانا تليفون تاني. الو. طيب يعني عايزين يا جماعه اتصالات لدكتور حسام، اللي عنده اي سؤال ليها علاقه بالتكيس المبايض او ليها علاقه بالنساء او العقم او الحقن المجهري، دكتور حسام عنده استعداد يجاوب على كل الاسئله عندنا النهارده. يعني حبيت اقول كده نصيحه صغيره للناس اللي ارادتها بتضعف اثناء الدايت، الناس اللي ما عندهاش اراده خالص، قوي ارادتك، الاكل مش هيخلص بس صحتك هي اللي هتخلص، فرصه الانجاب عندك هتخلص، التكيس المبيض هيزيد، نسبته ممكن تزيد، ممكن يحصل عقم اكتر، لازم نحافظ على صحتنا، لازم نحافظ على رغبتنا في ان احنا نبقى، رغبتي ان انا اكون ام، رغبتي ان يبقى عندي اولاد وعندي اطفال وعندي عيله. معانا تليفون. غاده من اسيوط. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا غاده؟ اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ انا اسمي طبعا جهاز، اتفضل. مش غاده بس الكنترول خده غلط لو سمحت. طيب اتفضلي. انا عندي واحده صاحبتي حملت، يعني الضرر الشهريه غابت عنها شويه، فعملت الاختبار وحملت وكده، فطبعا بتقول بعد ما كشفت وكده حصل لها زنزان نظيف وكده، فمش عارفه ده جاي منين. يعني هو الحمل حصل كان تلقائي ولا كانت واخده علاج عشان يحصل الحمل؟ لا ما كانتش واخده اي حاجه، ما هي سايباها كده على الله، حتى ما كانتش بتاخد اي علاج واي وسيله يعني. طب هي كشفت لما لقت ان هو دم بينزل؟ كشفت ولقت ايه؟ لا ما كشفتش، اتصلت بالدكتور بتاعها اللي هو كشفت عنده، ده هو اختبر في نفس اليوم يعني، كشفت وبعد ما جت الصدر كده بتقول لك حصل لي زنزيف او كده، مش عارفه تعمل ايه الصراحه، مش عارفه هو ده ايه، اضغاط او نزيف عادي هو أو كده. حاجه زي كده ممكن نسميها اجهاض منذر، ان هو دم سامعاني دلوقتي نزول دم خلال الحمل، ده اسمه بنسميه اجهاض منذر. اجهاض المنذر ده ان هو انذار ان ممكن يحصل اجهاض لو هي ما خدتش مثبتات كافيه، ما ارتحتش، ما خدتش اللي هو العلاج اللازم اللي الدكتور بيقول لها عليه. فهي لازم تروح تكشف، تتاكد ان هي من صحه الحمل وان هو الحمل ماشي كويس. لو هو اجهاض منذر يبقى ان شاء الله مع العلاج والراحه الحمل يكمل. لو في اي، لو كان الحمل اوريدي خلاص انتهى وان ده اجهاض حتمي ان هو خلاص الحمل هينزل خلاص، بتشوف مع الدكتور ايه الحاجه اللازمه، هل تاخد حبوب عشان تساعد ان الرحم يفضى بحيث ما يبقاش فيه اي بقايا من المشيمه او كده، ولا محتاجه انها تعمل عمليه تفريغ للرحم علشان ما يحصلهاش نزيف بعد كده. فده هي لازم تروح للدكتور بتاعها علشان يكشف عليها ويحدد المشكله المدى بتاعها عمل ازاي، وان شاء الله خير كله ان شاء الله. معانا تليفون تاني. نور. الو. ايوه مدام نوره. ايوه ازيك يا نور، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله اتفضلي. الحمد لله يا حبيبتي، نحمد ربنا. لو سمحتي انا، انتوا بتتكلموا على التكيس، انا بنتي عندها اكياس، يعني في مبيض سليم وفي مبيض عليه اكياس كده اللي هو بيقولوا شوكولات او حاجه زي كده يعني. فهي كانت كشفت عند دكتور ادتها منشطات، فيعني اللي انا سمعته ان المنشطات ديت عملت لها اكياس، فبعد كده عملت إشاعة اتضح إن في مبيض سليم والمبيض اليمين فيه أكياس. فالمهم كشف التاني عند دكتور قال لها بس أنت يعني القوة بتاعت المبيض السليم كويسة جدا يعني وممكن يحصل حمل. فلما ما حصلش يبقى لها سنة وشهرين، لو ما حصلش إدها منشطات، وإدها الأول عملها التحليل الأول في 4 أجزاء لقاها كويس التحليل، فإدها منشطات 5 إبر برضه ما حصلش حامل. فانا يعني كنت عايزه اطمن بس يعني من الدكتور، ربنا يبارك لك يعني. هي في سيدات كتير قوي لما بيحصل ان هي تاخد منشطات ان كان عن طريق حبوب او ابر عشان تنشط المبيض، بعض السيدات المبيض عندها بيستجيب بشكل ان هو يكون حاجه اسمها اكياس وظيفيه. الاكياس الوظيفيه دي ما هيش حاجه خطر يعني، بتحصل عند سيدات كتير قوي وبتروح لوحدها عاده، ممكن من غير علاج خالص يعني.
في الحالات اللي زي كده الاكياس الوظيفيه دي لا تتعارض مع وظيفه المبيض، ممكن المبيض يحصل فيه تبويض ويحصل حمل مع وجود الاكياس الوظيفيه دي، فهي ما فيش فيها مشكله، هي مجرد بس بتتابع الاكياس دي تطمن ان هي حجمها ما كبرش قوي، ان ما تكونش كتير، بحيث ان هي علشان تشوف هل ممكن تكمل في العلاج اللي بتاخده عشان تساعد ان يحصل حمل ولا لا. لو مع المتابعه الكيس ده راح خلاص ما فيش مشكله، انما لو لقيناه بيزيد قوي او ابتدت تتكون اكياس كتير قوي يبقى ده كده ممكن تكون استجابه مبالغ فيها او افراط في استجابه المبيض للمنشطات، وده حاجه زي كده لازم الدكتور ياخد باله كويس عشان ما يحصلش مضاعفات لحاجه زي كده. فهي الاكياس اللي بتطلع من التنشيط دي بتبقى اغلبها اكياس وظيفيه وفي اغلب الاحوال بتروح لوحدها ولا تعوق الحمل وما تمنعوش، فيهاش مشكله، فبس هي لازم تتابع مع الدكتور بتاعها علشان ما يكونش افراط في الاستجابه بتاعتها، خصوصا ان حضرتك بتقولي ان عندها اكياس كتير كذا كيس مش واحد بس. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. معانا تليفون تاني، ام محمد اتفضلي. الو الو. ايوه ام محمد ازيك اتفضلي. ازيك يا حبيبتي الله يبارك فيك، متشكرين على البرنامج الجميل ده. الله يكرمك. تسلمي يا رب. انا عايزه اسال بس الدكتور على حاجه، عشان بنتي يعني كان حصل لها مشاكل، كان عندها حمل يعني كان عندها حمل في الاول وخلفت الحمد لله، بس هي الحمل ده كان جايب برضه بمنشطات ومنشطات طلع زياده، فعملت لها تكيسات جامده وهي عملت مشاكل يعني، ودخلت وهي حامل المستشفى وعملت بذل والكلام ده كله، بس الحمد لله الحمل تم وكملت وخلفت لنا بنت حلوه. بس طبعا. هي قعدت بعد كده بعد البنت دي 4 سنين ما خلفتش، اتضح لما كشفت قالوا لها الدكتور قال لها انها عندها تكيسات برضه وعندها مبيض شغال ومبيض مش شغال ويعني عايزه تاخد علاج. المهم ربنا كرمها وخدت علاج وهي حامل دلوقتي في الشهر السادس، بس المشكله انها دلوقتي جالها سكر وضغط وبتتعب تعب جامد قوي وبيغمى عليها، وانا يعني قلقانة عشانها خالص في حكايه الاغماء اللي بيجي لها والسكر العالي والضغط ده، فيعني ده برضو من الحمل ولا هي السكر ده جالها؟ انا عايزه اعرف يعني نستفسر من الدكتور. هي يعني هي عندها في كذا مشكله والمشاكل دي كلها مرتبطه ببعض. يعني هو هي واضح ان هي بنتك عندها الاستعداد ان هي يجي لها سكر من الاول. مع بعض زياده في الوزن شويه ابتدى السكر يصعد عندها. كان وزنها انا حضرتك كان وزنها زايد وبعدين نزل، يعني اخذت علاج مشت على الدكتور والدكتور قال لها ما تبصيش للحمل دلوقتي ولا تفكري في حمل لما تاخدي علاجات وتنزلي وزنك كده يعني. فالحمد لله هي نزلت وزنها، بس حاليا دلوقتي وزنها حاليا دلوقتي هي خاسه ونزلت الوزن بتاعها. منزله وحامل بقى في 6 شهور دلوقتي. هو زي ما قلت هو الاستعداد للسكر موجود عندها. فالاستعداد للسكر ده بيظهر او السكر عندها بيظهر مع زياده الوزن او ممكن مع الحمل نفسه. فهي ظهر لها مع الحمل زي ما حضرتك بتقولي. مش شرط ان هو السكر بتاعها يكمل، ممكن بعد الحمل تلاقي نفسها السكر بتاعها اتظبط تاني لو حافظت على وزنها وما ما زادتش في الوزن. يعني يا دكتور هي الحمل بتاعها دلوقتي يعني يمشي عادي ومش هيبقى في مشاكل او كده يعني؟ اهم حاجه ان هي لازم بتظبط، هي دلوقتي بتظبط لازم تظبط السكر بتاعها. بتظبط لما اغمى عليها وكده، فما كلمت الدكتور وكده فهو دلوقتي قال لها ده علاج يعني للسكر وللضغط ومظبطه السكر والضغط. لازم السكر بتاعها تظبطه، يبقى متظبط على طول بحيث ان هو يبقى بالظبط اقل من 120 حتى بتاذيه في البيت. يعني لازم طول ما السكر بتاعها متظبط ان شاء الله مش هيحصل لها مشكله. ربنا يبارك. الفكره كلها ان هي ما تجيش تلخبط في الاكل، ما تجيش تاخد حلويات، تلخبط في الجرعات بتاعت السكر بتاعت الانسولين اللي هي بتاخدها، عشان السكر يفضل متظبط وبالتالي هي ما يحصلهاش مشكله، ما يحصلهاش الاغماءات اللي هي بتحصل لها، وفي نفس الوقت البيبي بتاعها ما يتضرش. من هو لو السكر عالي ممكن البيبي نفسه يحصل فيه ضرر او الحمل نفسه ممكن يحصل فيه مشاكل. شكرا لاتصالك. هو معانا تليفون تاني. السلام عليكم. معانا رشا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا رشا اتفضلي، عامله ايه؟ ممكن نتصل مع الدكتور؟ اتفضلي حبيبتي الدكتور معاكي. لو سمحت يا دكتور انا عندي بنتي عندها 14 سنه. تمام. يعني بتجي لها الاعراض بتاع الدوره وكل حاجه، بس الدوره ما بتنزلش. وحاولت قبل كده كشفت عليها عند الدكتور نساء وعمل لها تحاليل من سنه ونص كده، ف قال ان التحاليل بتاعتها كويسه وكل حاجه، لكن حاليا دلوقتي هي ما بتنزلش ووجع شديد وتعب والام فظيع يعني. يعني هي ما نزلهاش دوره خالص ولا نزل لها الدوره وبعد كده ما بقتش تنزل؟ مره نقطه كده وما
مرة يعني واحدة بس كده. ومن امتى؟ من مدة قد ايه؟ ايه؟ من مدة قد ايه اللي هي جت لها اللي هي النقطة دي؟ هي جت لها يعني يوم كده نزلت نقطة ودايما تقول عندي افرازات. لا انا اقصد من مدة قد ايه مثلا؟ من 6 شهور، من سنة، من مدة قد ايه جت لها الدورة دي اللي حضرتك بتقولي عليها اللي هي النقطة دي؟ من فترة سنة. من سنة. ومن ساعتها بيجي لها الالام بتاعتها بس ما بينزلش حاجة؟ ايوه بتيجي الالام والاوجاع كده بس لكن ما بتنزلش. طيب. حتى انا عندي. وفي سؤال تاني بالنسبة لي انا يعني كنت مركبة لولب ليا سنتين وبعد ما شفته ما حصلش حمل يعني كنت بحمل بسرعة وكده. فعملت كشف نسا وكده قال لي ده انت عندك التهابات على المبيض والدم منشطات وبعد كده برضو ما حصلش حمل. طيب يعني بالنسبه لبنتك مهم ان هي لازم تروح تكشف تعمل سونار على الرحم يتشاف بالظبط الوضع ايه لان هو في بتقولي ان هي نزلت لها نقطه واحده وبن سنه ما نزلش حاجه تاني بالرغم ان بيجي لها الالم بتاع الدوره فممكن يكون في عندها غشاء البكاره نفسها يكون مقفول او يكون في فتحه صغيره مش بتعدي الدوره فممكن يحصل ان الدوره نفسها تبدا تتحوش تعمل لها الام تبدا ان هو تكون يتحوش دم داخل تجويف الرحم ففي حالة زي كده لازم يتم تشخيص حاجة زي كده لو هي موجودة ولا هي الهرمونات عندها لسه ما انتظمتش بحيث ان هي ما تجيبلهاش دورة كل شهر مهم جدا انها تكشف وتعمل سونار وتتأكد من حاجة زي كده هي لسه عندها 14 سنة بتقول ما هي 14 سنة ممكن يعني ممكن كده ممكن كده يعني فلازم تكشف يعني لازم تعمل سونار نشوف الرحم اخباره ايه هل مش بتيجي ولا هي بتيجي بس ما بتنزلش بتتحوش جوه ده ساعات بنشوفه عادة في السن ده وعادة بيحسوا بالأعراض بتاعت الدورة كل شهر بس مش بينزل حاجة فعشان كده لازم تكشف هو طبيعي ان الدورة تبدأ او تيجي البنت عند سن كام؟ حوالين سن ال 13 قد يزيد قد يقل ممكن نبدأ من اول 10 سنين لغاية 15 سنة بيبقى في الرينج بتختلف طبعا من بنت للتانية مش كله زي بعض لو في بنت احيانا بتيجي لي بنات مثلا عندهم 18 سنة ولسه ما نزلتلهمش البريد يبقى دي عندها ممكن مشاكل في الهرمونات او في عندها مشكلة تعوق ان البيريد تنزل لازم بقى بيتعمل لها فحص للهرمونات للكروموزومات بتاعتها بحيث نشوف ليه ما نزلتش لغايه دلوقتي لان هي مش مفروض انها تنزل تتاخر بعد سن 16 سنه يعني بعد 16 اكيد في مشكله محتاجه تتشخص دكتور في حاجه اسمها التشوكليت سيست ايه التشوكليت سيست ده حاجه زي تكيسات كده ولا حاجه تانية لا هي مختلفه يعني هي التشوكليت سيست ده عباره عن مرض بيبقى موجود في الرحم وحوالين المنطقه بتاعه الحوض اسمه بطانه الرحم المهاجر بطانه الرحم المهاجر ده هو الانسجه اللي المفروض موجوده جوه التجويف بتاع الرحم اللي الجنين بيتزرع فيها ساعات النسيج ده بيبقى موجود في مكان تاني بره الرحم او بره المكان اللي المفروض يبقى موجود فيه يبدا ان هو كل شهر النسيج ده او الخلايا دي تتفاعل مع الهرمونات بتاعه الدوره الشهريه يبدا يحصل فيها زي دوره شهريه صغيره جوه الخلايا دي يبدا ان هيتكون دم الاول نقطه وبعد كده نقطتين وبعد كده على مدى شهور وسنين تبدا اللي هي الدم ده يتجمع لو حصل في المبيض ان عندها الاندومتريوزس ده او بطانه الرحم المهاجره دي كانت موجوده في المبيض بيبدا ان هو يتجمع دم ويبدا ان هو يزيد كل شهر وبعد سنين بيعمل اللي هو كيس وبيبقى جواه ماده لونها بني يعني شبه الشوكولاته السائله بيبقى عباره عن دم متجمع على مدى سنين وده بيبقى اللي هو بطانة الرحم المهاجرة لما بتيجي في المبيض بتعمل الشكل ده وإيه خطورته؟ خطورته إن هو بيأثر طبعا على نوعية التبويض التبويض ما بيبقاش قوي أو البويضات اللي بتطلع ما بتبقاش قوية فبالتالي يبقى إمكانية الحمل معاه بتبقى أقل التشوكلت سيست نفسه ساعات بيوصل لأحجام كبيرة ممكن النسيج بتاع المبيض نفسه يبدأ ان هو يتأثر بيه بحيث ان هو البويضات اللي موجودة فيه ما تفسد بسبب الالتهاب اللي هو بيكونه حواليه الالتصاقات اللي هو بيكونها في النسيج بتاع المبيض نفسه بحيث ان هو المبيض نفسه يتأثر بيه لما يتساب فترة طويلة فيعوق الحمل ويأخر الحمل بالنسبة له وده ليه علاقة بأورام الرحم وأورام المبيض ولا ملوش علاقة؟ لا ده حاجة وده حاجة لا مش مرتبطين ببعض مش مرتبطين ببعض خالص لا مالهمش دعوة تمام معانا سؤال تاني؟ الو معانا منى الو ازيك يا منى عامله ايه عليك. عليكم السلام اتفضلي ازي حضرتك عامله ايه الحمد لله يا حبيبتي عندك اي سؤال اتفضلي يا دكتور اهلا وسهلا اهلا بيك إيه لو سمحت دكتور انا كنت حامل وبعدين نزل عليا دم فرحت كشفت فقال لي الجنين متلحلح من مكانه إيه الدم تثبيت
وبعدها بأسبوع برضه نزل دم، وبعد كده رحت كشفت تاني قال لي ده الجنين مضروب. قال لك الجنين ماله؟ ايه؟ قال لك الجنين ماله؟ مضرور يعني مش سليم. يعني هل في نبض في الجنين ولا مفيش؟ لا كان نبض وقف. كان نبض وقف. طيب هو ده في البداية أول ما نزل الدم في الأول خالص ده كان الجنين ما زال سليم وما زال فيه نبض، فده كان اسمه إجهاد منذر زي ما أنا قلت من شوية. ابتدى أن هو الدم يزيد فابتدى الجنين نفسه تأثر فالنبض فيه توقف، فده كده اسمه إجهاد حتمي، يعني كده الجنين ده كده هينزل يعني الحمل مش هيكمل حتى لو خدتي مثبتات. ففي حالة زي كده بتروح للدكتور بتاعك يشوف إيه العلاج المناسب، هل بالأدوية وممكن ينزل الحمل ده لوحده من غير تدخل عملية يعني، أو إن هو إنك أنت محتاجة تدخلي عملية ويتم تفريغ الرحم على حسب ما هو يشوف حجم اللي هو الجنين وحجم اللي هو المشيمة وإيه اللي مناسب للحالة بتاعتك. شكرا لك يا منة وألف سلام عليكي. معانا تليفون تاني صفاء من هنا. ألو. إزيك يا دكتورة؟ إزيك يا حبيبتي عاملة إيه أخبارك؟ إيه أخبارك أنت يا دكتورة؟ الحمد لله تمام اتفضلي. والله يا دكتورة إحنا ما عرفنا نشكرك إزاي خالص يعني. الله يكرمك يا رب تسلمي. بصي يا دكتورة أنا كان وزني 50 تمام، وتابعت مع دكتور وزني بقي 75 تمام، مديني مكمل غذائي ومديني نوع برشام اسمه تراكسين ودايجستين تمام، استمريت عليهم شهرين يا دكتورة زدت 25 كيلو ماشي. والوقت يا دكتور أنا باكل كتير، خايفة أوقف العلاج، خايفة أخس زي ما أبقى يعني 50 كيلو، مش عارفة إيه أعمل يا دكتور. أنت بتاخدي تراكسين بتاخدي منه جرعة كبيرة يعني؟ بتاخدي منه كام حباية في اليوم؟ ناخد مني حباية قبل الغداء وحباية قبل العشاء. لا هو يعني طالما زدتي زيادة دي ما كفاية كده جرعة، يعني كفاية جرعتين يعني، ناخد جرعة واحدة اللي هي جرعة قبل العشاء بالليل، وكملي على المكمل الغذائي الباودر ده ما فيش منه أي مشاكل. أهم حاجة تكوني بتاكلي كويس وما تخافيش، انت لما هتوقفي العلاج مش هتقلي الا لو انت عندك سبب اصلا للنحافه. بس انا يا دكتوره مش عايزه استمر على العلاج على طول عشان انا كده كويسه، جسمي كويس 75 كيلو قولي 170 تمام كده كويس قوي. انت كان عندك مشاكل في الغده او عندك مشاكل في البراز او كان عندك انيميا حاده ولا حاجه؟ لا انا عالجت كل حاجه يا دكتوره. يعني عالجتي الاول كل حاجه قبل ما تبداي علاج النحافه؟ وعالجت كل حاجه يا دكتوره، يعني خلصت من الانيميا وبس هو طلب مني تحليل واحد يا دكتوره، اياه تحليل البراز عشان قال الغده الدرقيه عندك كويسه. طيب تمام، وترى على البراز في حاجه؟ البراز عندي بس شويه بكتيريا بس. طيب هنعالج البكتيريا بس عشان لو وقفتي العلاج ما تخسيش تمام؟ يعني اهم حاجه يعني تعتمدي بس على الاكل وتعتمدي على الحاجات اللي السعرات الحراريه فيها عاليه قوي، وانا كنت منزله وصفات للنحافه على الصفحه بتاعتي، هتلاقي اللينك بتاعها موجود على الصفحه على الشاشه عندك، صفحة الدكتورة سماح إبراهيم للسمنة والنحافة، هتلاقي فيها وصفات للنحافة. لما توقفي العلاج اتبعي الوصفات دي، دي وصفات أكل طبيعية ما بتخليش الوزن ينزل، وإن شاء الله وزنك ما ينزلش وما تلاقيش من حاجة. شكرا ليك يا جميل. نطلع فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا بعد الفاصل. ولسه معانا دكتور حسام استشاري أمراض النساء والتوليد وأستاذ أمراض العقم والحقن المجهري، هيبقى معانا برضو في الفقرة بعد الفاصل إن شاء الله. هنكمل أسئلة وهنكمل أجوبة ومعانا بعد الفاصل. تفضل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا دكتور حسام عزب مستعد لكل أسئلتكم. معانا تليفون. ألو هويدا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك عامله ايه؟ دكتوره سماح. ايوه اتفضلي. انا بشكر حضرتك جدا على اللي انت بتعمليه وربنا يجازيك خير يا رب، وانا مبسوطه من يعني من حضرتك جدا على التعليمات اللي انت بتديها لنا، وانا ماشيه على خطواتك وشطارتك بصراحه، ربنا يوفقك يا رب. الله يكرمك. تسلمي يا مدام هايده. شكرا جدا ربنا يكرمك يا رب. الله يخليكي. عندك اي سؤال؟ ربنا يخليكي، انا ماشيه على تعليماتك وماشيه 100 100 وربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليكي. تسلمي، ميرسي على تليفونك وميرسي شرفتيني باتصالك. شكرا جدا. العفو. عليكم السلام. دكتور حسام كنت عايزه اسال حضرتك ايه موانع الحمل اللي ممكن تسبب سمنه؟ الموانع الحمل الهرمونيه اللي بتعتمد على هرمون فيها زي حبوب منع الحمل دي مش بتسبب سمنه على قد ما هي ممكن تؤدي الى ان الجسم يبدا يحوش ميه شويه، يحصل سولت ان ووتر ريتينشن، ف
مع ان بعض السيدات بيجي لها غازات اكتر او انتفاخ في الامعاء اكتر، فبالتالي تحس ان جسمها ابتدى يملى شويه. انما مش بتسبب سمنه بنسبه دهون زياده، بس هي بتبقى احساس بالامتلاء اكتر. الحاجات اللي برضو اللي هي الابر اللي هي بتاعت اللي بتتاخد كل 3 شهور برضو، دي عباره عن نوع من انواع اللي هي موانع الحمل الهرمونيه، برضو بتؤدي الى نتيجه مماثله. الحاجات اللي هي مش بتؤدي الى زياده في الوزن اللي هي الحاجات اللي هي ما فيهاش اي هرمونات خالص، زي اللولب او الواقي الذكري، الحاجات اللي هي لا تعتمد على الهرمونات في منع الحمل، دي ما بتاثرش على الوزن خالص. في حاجه جديده اسمها اللوب الهرموني. اللوب الهرموني ده بيبقى عباره عن لولب، بس بيشتغل بطريقتين. بيبقى فيه هرمون بيفرز على مدى 5 سنين، بيفرز في الدم بحيث ان هو بيؤدي الى منع الحمل عن طريق الهرمون، وفي نفس الوقت هو لولب داخل الرحم بيمنع الحمل عن طريق وجود جسم غريب داخل تجويف الرحم. تمام. فهو بس ده مش كل حاله او كل سيده ينفع ان احنا نحط فيها اللولب ده، دي بتبقى غالبا بتبقى في السيدات اللي هي بيبقى عندها نزيف او لخبطه في الدوره كتير، بتحصل مع اللولب العادي او اللولب النحاسي العادي. فممكن نلجا للولب ده، بيساعد ان هو يخلي الدوره بتاعتها ممكن تقعد بشهور ما تجيش، فده هيريحها من النزيف. ده الفرق بينه وبين اللولب النحاسي، لان اللولب النحاسي بيزود حجم الدوره. اللولب النحاسي بيخلي او اللولب العادي بيخلي يحصل بتنزل دوره عاديه شهريه كل شهر، وممكن تبقى زايده شويه. ساعات تبقى زياده قوي بدرجه ان المريضه نفسها تبقى متضايقه او يعوق حياتها اليوميه. تمام. فبالتالي ممكن نلجا في الحالات اللي زي كده للولب الهرموني. في بس ده بيزود الوزن. اللولب الهرموني بيسبب زياده. طبعا، لان هو في هرمون، الهرمون برضو بيعمل بعض الانتفاخ في الامعاء عندها شويه، بيخلي يحصل الجسم يحوش ملح وميه بحيث ان الجسم يبقى فيه امتلاء اكتر. تمام. معانا اتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حبيبتي، الدكتور معاكي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. بص يا دكتور، انا عملت تحليل بتاع ال FSH. تمام. طلع 8 وال LH طلع 16. تمام. انا زار بس درجة التكيس يعني عندي عالية ولا من درجة ايه يعني، خفيفة ولا عالية ولا ايه؟ هو عادة يعني في التكيس بيبقى فيه هرمون ال LH بيبقى اعلى شوية من هرمون ال FSH، بس ما نقدرش نعتمد على كده في التشخيص. يعني انا عشان اعتمد على التشخيص لازم بعمل سونار اشوف المبيض التكيس او البويضات الموجوده فيه، هل هي بالبويضات المتوسطه العدد الكبير الشكل بتاع التكيس اللي انا بشوفه في الاشعه بالموجات فوق الصوتيه، هل الدوره عندك منتظمه ولا بتتاخر. يعني برضو هكمل اللي هي بقيه الاعراض. لو الدوره بتتاخر مش منتظمه برضو، ده ممكن من الاعراض اللي هي بتاعه التكيس، ولازم يتعمل تحليل هرمونات نشوف هل هرمون الذكوره عالي، هرمون الانسولين هل هو عالي عند السيده دي، بحيث ان هي يتم التشخيص هل التكيس موجود بدرجه بسيطه متوسطه او بدرجه مرتفعه، بحيث انها محتاجه علاج عشان يحصل الحمل. شكرا لاتصالك. معانا تليفون تاني. ام اسراء اتفضلي. عليكم السلام. ازيك أم إسراء؟ اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون شوية. ماشي حاضر. اتفضلي، عندك سؤال للدكتور حسام؟ أيوة إن شاء الله، وليكي برضه يا دكتور. اتفضلي يا حبيبتي، إحنا معاكي. سؤال لحضرتك الأول، أنا عندي ترقلات حمل كتير في بطني ومكبرة بطني ومخليني تعبانة خالص، فمش عارفة أتخلص منها إزاي. تمام. وكشفت والدكتور قال لي إن القولون متضخم، بس كبر بطني ده قال لي يعني مضايقني، ماليش دعوة بالقولون. تمام. وبالنسبه للدكتور، في ناس قالت لي انا باخد وسيله حبوب، فبيقولوا هي اللي مكبره بطني وهي اللي مخليه وزني يتقل يعني. تمام. فمش عارفه ينصحني بايه يعني، اخد وسيله ايه يعني، ولا هي الحبوب في الحقن برضه بتقل الوزن ولا ايه؟ طيب هنجاوب على سؤالك. حاضر، اتفضل دكتور حسام. هو تقريبا السؤالين ليهم علاقه ببعض، هم مرتبطين ببعض. مرتبطين ببعض. هي يعني نفس الكلام اللي كنا بنقوله، ان هي عن موانع الحمل اللي بتسبب زياده في الوزن. هي في زياده في الوزن عند السيده، موانع الحمل الحبوب اللي هي بتاخدها مساهمه بجزء في الزياده في الوزن ده. فالافضل طبعا علشان تقدر ان هي تعمل كنترول على الوزن بتاعها اي بروجرام هتمشي عليه يبقى فعال اكتر، الافضل انها تنقل على مانع الحمل غير هرموني.
ان كان الحبوب او الابر اللي قالوا لها عليها، اللي هي برضو الابر دي برضو بتسبب زياده في الوزن شويه. فالاحسن ان هي تنقل على مثلا تحط لولب، بحيث ان تقدر ان هي تمشي مع دكتور تغذيه يقدر ان هو يمشيها على نظام غذائي يبقى فعال اكتر معاها. تمام، يعني من البدايه كده اول حاجه هتعملها ان هي هتغير الوسيله بتاعتها، عشان لما نبدا احنا ابدا انا اشتغل بقى شغل التغذيه بتاعي بالزبط. اجيب نتيجه معاها، فتجيلي الاول وبعد كده تجيلك. تمام اوكي. شكرا دكتور حسام، يا رب تكون الاجابه وصلت لحضرتك. هو حضرتك اول حاجه هتغيري وسيله الحمل بتاعتك عشان الترهلات بتاعه البطن او حجم البطن ده يقدر ينزل. اول يعني ما هنبدا بقى نبدا دايت كده وهننزل نمشي على نظام غذائي بينزل البطن، هنشرب هنتبع حبه تعليمات، هنعمل رياضه، يعني مثلا هنمنع الميه وسط الاكل، هنمنع الميه بعد الاكل على طول، هناخد حاجات مضاده للغازات او الانتفاخات الموجوده في القولون، هناخد زيت شمر ناخد منه معلقه صغيره على نص كوبايه ميه دافيه على الريق الصبح، ده بينزل منطقه البطن قوي. بس برضو لو احنا ما غيرناش وسيله الحمل بتاعتنا زيت شمر كده مش هيجيب نتيجه، ومفيش اي حاجه من التغذيه مش هتجيب نتيجه. مرسي لاتصالك، ومعانا تليفون تاني. معانا ريهام، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اسال الدكتور حسام؟ اتفضلي حبيبتي. دكتور حسام معاك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. حضرتك انا عندي بنتي حداها 15 سنه ولغايه الوقت مش لسه جات لها الدوره الشهريه. طيب هل كشفت مثلا، هل هي ما فيش دوره بس هل ابتدى ان هو يحصل تغيرات في شكل جسمها بحيث ان هي ابتدى صدرها يكبر، ابتدى ان هو ياخد الشكل بتاع السيده، ولا ما زال شكلها زي بنت صغيره؟ لا لا، بدات يعني يظهر علامات البلوغ في الثدي وكده. تمام، يبقى غالبا هي عندها الهرمونات. نعم. عندها ابتدت الهرمونات عندها ابتدت تفرز، بس ممكن تكون متاخره شويه. الافضل طبعا ان هي تعمل لها تحليل هرمونات، نشوف النسب بتاعت الهرمونات عندها هل هي متناسبه مع السن ده ولا لا، ويتعمل لها سونار نشوف الرحم برضو هل ابتدى ان هو يعني ممكن ان دوره هتنزل ولا لا. ده بيبان بالاشعه الموجات فوق الصوتيه على الرحم، فيفضل انها طبعا تروح للدكتور عشان تكشف، عشان يتشاف سبب حاجه زي كده ايه. وان شاء الله، بس انا متوقع من ان هي قريب ان شاء الله تجيلها الدوره ان شاء الله. ان شاء الله وربنا يطمنك عليها. ومرسي على اتصالك. معانا تليفون تاني. معانا اخر اتصال. مريم اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا مريم. حضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور حسام معاكي. بصي انا متجوزه من 6 شهور. تمام تمام، وبمشي على حسب التبويض كويس يعني، بس انا ما كشفتش، وانا مش يعني مش عارفه ايه اللي يعني ايه اللي مأخر الانجاب لحد دلوقتي. انا رحت للدكتور، الدكتور قال لي تمام المبايض كويسه وعمل لي سونار. طب هل الدورة منتظمة عندك؟ لا يا دكتور مش منتظمة، يا حضرتك بتيجي مثلا قبلها بيومين، ممكن تيجي تقعد مثلا فترة 7 أيام، وبعد كده تيجي تقعد 4 أيام وحاجة زي كده. إنما بتيجي كل شهر في الميعاد بتاعها. بتقولي حضرتك؟ بتيجي كل شهر، ممكن تتأخر 2 أو 3 أيام أو تقدم 2 أو 3 أيام. آه تمام، ممكن تمام. تقعد في يعني في أيام الحيض تقعد 7 أيام أو 5 أيام. تمام، هو ده طبيعي، ده ما يعتبرش ان هي في لخبطه، دي دوره منتظمه. بس انا حضرتك ماشي على حسب التبويض يعني، انا بحسب التبويض كويس وبمشي على حسبه يعني. هو احنا يعني عشان نقول ان هو في تاخر في الحمل لازم يعدي سنه من الجواز، سنه تكونوا انتوا الاثنين الزوجين موجودين مع بعض في علاقه زوجيه منتظمه، ويكون الدوره منتظمه. يعني لو عدى سنه من غير حمل يبقى ساعتها نقول ان في مشكله، نبدا ندور السبب ايه. انما 6 شهور انت بالنسبه لك انت مش متاخره خالص، ده يعتبر عادي، حتى لو بتحافظوا على ان وقت التبويض انت بتبقوا مركزين وقت التبويض والحاجات دي كلها، برضو ما نعتبرش ان احنا متاخرين. فيعني انتظري 6 شهور كمان، ولو 6 شهور كمان ما حصلش حمل لازم تروحي للدكتور، بيتعمل تحاليل ليكوا انتوا الاثنين وبيتشاف السبب ايه. انما ان شاء الله في خلال ال6 شهور اللي جايه ان شاء الله يحصل حمل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله بالذرية الصالحة. كده خلصت حلقتنا، يا رب نكون عرفنا نفيدكم. بشكر حضرتك دكتور حسام، شرفتنا ونورتنا، وكان وقت لطيف ووقت جميل. شرفت بيكم يعني. ميرسي يا دكتور حسام. دكتور حسام استاذ امراض النساء والتوليد واستشاري امراض العقم والحقن المجاري كان معانا النهارده. بنشكره شكر جزيل. يا رب نكون عرفنا نفيدكم. اللي معرفش يتواصل معانا النهارده عن طريق تليفون، يتواصل معانا عن طريق رسائل الصفحه، صفحتي دكتوره سماح ابراهيم للسمنه والنحافة، او انضموا معانا الجروب دكتوره سماح ابراهيم للسمنه والنحافة، او على صفحه البرنامج في تند بيوتي. بكده خلصت حلقتنا النهارده، ويا رب نكون اسعدناكم وكنا ضيوف خفاف عليكم. استنونا الحلقه الجايه ان شاء الله زي النهارده يوم الاربعاء الساعه 1. السلام عليكم.